قوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. كيف استنبط العلماء من هذه الآية رحمهم الله أن القول على الله بغير علم أكبر من الشرك؟ لأنه جعله بعد الشرك، فوق الشرك، وأن تقولوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله، فجعله فوق الشرك في الذكر، دل على أنه أشد. نعم.